حسين يا غريب. رعى يديها قد أثرت فيهما الرحم. الزهراء هذا بيت علي، كوخ وجبة صوف، ثم في طبق قرصى شعير بكف الطهر مطحون. حتى الرواية سلمان ينقلها، يقول: أنا عرفت أن الزهراء أحيانا كانت تطحن لضعفة جيرانها، في جيران فقراء عندها ما عندهم رحى، هي تأخذ الحنطة من عندهم، امرأة كبيرة تأخذ الحنطة من عندها وتطحن لها وتعطيه إياها، تقدم لهم الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا البيت الطاهر أحبتي هو بيتكم، هذا البيت الذي ننتمي إليه، هذه أبراجه، هذه المآتم، هذه المجالس، كلها متصلة بهذا النور الذي نحن منه. فإذا تأملتم كيف ربت أبناءها روحي فداك، أم الحسن والحسين روحي فداك يا سيد، كيف جاء بها أبوها لأمير المؤمنين: أحوم معكم حول بيت فاطمة، عدنا حوائج الليلة. قال له: يا علي، هذه وديعتي عندك. وضع يدها في يدي، قال: هذه وديعتي عندك. ثم قال: يا علي، نعمة الزوجة فاطمة، يا فاطمة نعم البعل علي. وإذا في الصباح تفاجئ أباها أنها ترتدي ثوبها القديم. بني فاطمة، أين ثوبك الجديد؟ قالت: أبا، جاءت فتاة فقيرة تطلب ثوبا فأعطيتها ثوبي الجديد، لأني تذكرت قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يدخل أمير المؤمنين في هذا البيت، ينظر إلى طفلة بنت عمرها 4 سنوات اسمها زينب، يضعها في حجره، يقول لها: زينب روحي حبيبتي، قولي واحد، تقول واحد، قولي اثنين أو اثنان، تقول: أبا، كيف ينطلق اللسان الذي قال واحد يقول اثنان؟ هي على براءته. ثم يقول لها: بني زينب، هناك أيام تنتظرك يا حبيبتي في كربلاء، تنتظرك أيام عظيمة كلها مأساة وعظمة. هي تضع يدها على يد أبيها، تقبل يد أبيها، تقول: أبا، أنا أعلم بذلك. يقول: حبيبتي، من أين علمتي؟ أنت الآن عمرك 4 سنين. تقول: أمي فاطمة علمتني كي تهيئني لغد. شوف، أمي فاطمة علمتني، هذا درس للمرأة المسلمة المؤمنة، أنها تحفظ الأسرة وتحفظ بيتها وتحفظ أولادها وتوجههم هذا التوجيه الصحيح نحو الحق. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: دخلت يوما فسمعت الزهراء تتلو ما نزل من الوحي على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد، فقلت لها: يا بنت رسول الله، هذه آيات الآن نزلت في المسجد، كيف وصلت إليك؟ قالت: يا أمير المؤمنين، ولدك الحسن يحدثني، يأتي من المسجد ينقل لي. قال: إذن أريد أن أسمع. قالت: الآن يأتي. الإمام أمير المؤمنين اختبأ في الحجرة، وجاء الإمام الحسن عمره 6 سنوات، وقف أمام أمه فاطمة. قالت: بني حسن، انطلق على سجيتك، كنت تحدثني كل يوم، الآن أسمعني. سكت الإمام الحسن، وقد أخذته حالة من الخشوع، هو عمره 6 سنين بأيوم، الأعمار ما تعني شيء بالنسبة له، يعني عيسى في المهد وهو نبي، بس احنا نتحدث هكذا. تكلم يا ولدي. قال: أماه، لقد كل لساني وعجز بياني، لعل سيدي يرعاني. أخذتني هيبة أمير المؤمنين، لعله موجود في البيت، ما أستطيع أن أحكي. فخرج أمير المؤمنين واحتضنه،
وقبله. الإمام الحسين كذلك،